سلمى، متابعينا بصباحنا وصلنا على فقرتنا الأخيرة. بالآونة الأخيرة أكيد ظهر عدد كتير كبير من الفرق التطوعية والشباب السوري المتطوع يلي أثبت حاله بالأرض وبالميادين بمساعدة أي حدا محتاج، وخاصة بسنوات الحرب على سوريا وبأي أزمة كانت. كنا نشوف شباب سوري واعي حامل المسؤولية على عاتقه وعم يكون منتشر بين الناس. أكيد ليا، وكل مرة بيكونوا عم يشتغلوا على مبادرة معينة، ومع اقتراب طبعا المدارس والتحضيرات إلى جمعية نور للإغاثة والتنمية، طبعا متواجدة على الأرض بفعالية بتخص التحضيرات للمدارس باسم من إيدك أحلى. لنتعرف أكثر على المبادرة بصيرنا يكون معنا بصباحنا لليوم عبد الناصر ناجي، المسؤول عن بإيدك أحلى. خلينا نتعرف منه أكثر. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا خير. فيك يسعد صباحكم. صباحك صباح مشاهدي. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك يا رب. بالبداية خلينا نتعرف عن المبادرة تبعك. هلا اول شيء حمله ميداك احلى هي حمله تابعه لجمعيه نور لجميع التبرعات العينيه الاغاثيه، ان كان معينات سمعيه، معينات بصريه، اجهزه ووكر، هاي كلها بتيجي على رسائل على الصفحه. بتيجينا حالات عبر مراكزنا، في عندنا مدراء حاله ضمن المراكز بدمشق وبريف دمشق، فبيجينا حالات فبتواصلوا معي مدراء الحاله انه في عندنا حاله بعازه ووكر، بعازه كرسي، بعازه، نحن نحاول نامن لها عن طريق بننشره على صفحه حمله ميداك احلى، وبيجينا متبرعين. بيجينا متبرعين لهي الناس اللي هي بحاجه لهذا. طيب خلينا نتعرف اكثر على الاليه اللي عم بتصير، يعني هي فقط بس تواصل بينكم وبين الاشخاص اللي بحاجه والمتبرعين عبر الصفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا في عندكم فريق ميداني عم يتواجد على الارض عم يحصي الحالات؟ لا، نحن في عندنا فرق جواله. هذا اصلا نحن نقطه قوتنا هي الفرق الجوال الموجوده بالمراكز المنتشره، ان كان دمشق بريف دمشق، عندنا بصحنايا، عندنا بجرمانه، منتشرين باكثر من مكان. فبتيجي هاي هن بيطلعوا فرق جواله، ان كان على مراكز طبيه او على مراكز تعليميه، ياتوا جلسات توعيه، ان كان عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، او ان كان عن التسرب المدرسي، او كان شغلات طبيه، او هلا مؤخرا عن موضوع الكورونا. فهن بيشوفوا بيصادفوا حالات، فبتيجي هاي الحالات لعندهم. نحن بدنا بحاجه لهذا الشيء، بدنا بحاجه لحدا يساعدنا بووكر، بحاجه يساعدنا بدم، حدا يتبرع بالدم لانه مرضى. فبيجوا لعندي هدول الحالات، بيجي عندي المدراء الحاله، فبيعطوني داتا هالاسماء، ونحن نتواصل معهم وبننشر على الصفحه انه في عندنا سين من الناس بحاجه لووكر، بحاجه لعمليه جراحيه، بحاجه لعمليه طبيه، بحاجه لمعين بصري او معينات حركيه. فنحن بنحاول، متبرع بيجي بيتواصل معنا وبيغطوا هاي الحالات، وفي منهم كثير. يعني نحن سمينا طورناها الحملة، صرنا نسميها الخير بيعدي، لأنه الخير هو متأصل فينا كسوريين. يعني هو ما كان في خير، يعني مو بنقول، وعم نحاول نضوي عليه يكبر أكثر وأكثر. فأكثر مبادرة عملنا، يعني إحنا عملنا ضمن مراكزنا بالزاهرة في مبادرة اسمها أبطالنا، هي تكريم العمال النظافة، فهي ضمن الحملة حاولنا نكرمهم إنه لو بشيء بسيط. يعني هن عم بهاي الفترة هن عم بتعبوا، هن عم بيعانوا، فنحن حاولنا بس انه شوي نحتويهم ونقدم لهم اي شيء يعني ممكن، بس حتى يقدروا يحسوا انه هن كمان ناس مهمه يعني زينا زيهم. طبعا بالاضافه لبسطات الخير اللي عملناها كمان ضمن الحمله، هي بساطة الخير ايام فتره الحجر اللي صارت. في عندنا متطوعين ضمن المراكز ضمن جمعيه نور، البطاقات اللي عندهم تعد بطاقات، فراحوا جابوا خبز فيها، جمعوا حالهم متطوعين 25 متطوع بكل منطقه، جمعوا بطاقات وراحوا على اسواق تجاريه فحطوا ربطات الخبز انه هي اسمها وسط الخير، انه الخير بيعدي. تمام. خلينا نحكي، يعني هلا بدها تفتتح المدارس، انتم كمان عندكم شيء بخص افتتاح المدارس؟ تمام. خلينا نتعرف عليها. في عندنا مبادره هلا اطلقناها ب 15/8 اسمها مدرستي. هي المبادره هي لجمع القرطاسيه واللوازم المدرسيه، ان كان لباس او ان كان شناتي مدرسيه وان كان قرطاسيه، للاسر الاشد فقرا. الأسر أشد فقرا، يعني نحاول شوي نخفف عنهم. بتعرفي هلا الظروف الصعبه والاسعار اللي عم تصير هلا، عم نحاول نخفف عنهم عن طريق جمع تبرعات، ان كان من مؤسسات، ان كان من جمعيات، ان كان من شركات، فالكل عم بيساهم حتى نقدر نغطي اكثر عدد من هاي الاطفال. وكيف عم نحصي هاي الاطفال؟ عم زي ما قلت لك بيجينا على بريد الصفحه، وبيجونا على مراكز التابعه لنا للجمعيه، كونه نحن منتشرين باكثر من مكان وباكثر من منطقه، فقادرين نحصي اكبر عدد من الاطفال اللي هي اشد فقرا.
طيب كيف عم بيتم هذا الإحصاء؟ يعني أنت قلت أنه في عندكم مراكز منتشرة بأماكن كبيرة، باعتبار صار لكم سنين عم تشتغلوا بالعمل الإغاثي، هلأ حالياً كيف عم بيتم الإحصاء؟ كيف عم بيتم تصنيف أنه هي العائلة أكثر تضرراً؟ هلأ إذا نكون واقعيين، أغلب العائلات هي بحاجة، نكون واقعيين، يعني عم نحاول نحن كيف عم نقدر نحصيهم. هلا هذا الشيء بيجي عن مدير الحاله الموجود بالمركز او عن مدير المركز اللي تابع لنا، فهو بيعرف. هلا هو ابن هذه هاي المنطقه بعازة، في دراسات اجتماعيه بتكون انه شو الوضع المادي، وضع المعيشي تبعهم، عندهم معيل ما عندهم معيل، عندهم من ذوي اعاقه ما عندهم ذوي اعاقه، هذا كلياته مدروج من ضمن الخطه تبعنا وضمن الدراسه الاجتماعيه. فنحن عم نحاول كل شيء عم بيسجل عنا عم نحاول نغطيه. يعني بالحملة سلة رمضان عملنا سلة رمضان ضمن الحملة، هي كانت فكرة بسيطة. أنا كنت إنه في عندنا 200 أسرة مسجلة لدى الحملة، نحاول نغطيها. تمام، الفكرة إنه إحنا غطينا أكثر من الأسر الموجودة عندنا بالحملة، يعني صار في عندنا إجانا كم كتير من المساعدات ووزعناها لأكثر، يعني للمناطق اللي عم نشتغل فيها وما عم نشتغل فيها. مؤخرا عمرنا كان في عندنا مبادرة كتير كبيرة اسمها طائية ولحشة، هي لجمع الثياب، جمع الثياب الشتوية للأسر بهاي المناطق. فغطينا منطقة مناطق عم نشتغل فيها تواجدنا ومناطق غير تواجدنا، يعني وزعنا لأكثر من 4500 عائلة من ضمن الحملة الطائية والحشة. تمام، يعني بدي وجه تحية لكل أعضاء الفريق، والله يقويكم يا رب، ومزيد من المبادرات لمساعدة الناس. شكرا كثير لحضورك. خليلياك هلا. شكرا لك، ويعطيكم العافية. خليلياك يا رب.